خلينا نبدأ على طول بأبرز الأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بالأمس تابع فيه تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، وخصوصا في توشكا وفي مشروع مستقبل مصر. وجه سيادة الرئيس بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداد لموسم الزراعة الشتوية، وعشان نحقق أعلى معدل ممكن من الإنتاج الزراعي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصة في منطقتي توشكا بجنوب الوادي ومشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية، موجهاً سيادته بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداداً لموسم الزراعة الشتوي، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية. رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئتها برئاسة الحكومة. أكدت ميلوني في تدوينة لها على موقع تويتر على اهتمام إيطاليا باستقرار منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تعزيز علاقات التعاون مع مصر في كافة المجالات الهامة. أيضا امبارح كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزهم بكل تأكيد جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، وتأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن في تكليف واضح لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنين جاية على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصى 3 شهور. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة اللي عقدت ضمن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022. خلال الجلسة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، لكن الإدارة والتشغيل بالكامل هيكون للقطاع الخاص. كمان امبارح خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي قال الدكتور مصطفى مدبولي انه في تكليف واضح لرجال الصناعه بالتعاون مع وزاره الصناعه لوضع استراتيجيه للقطاع لمده 10 سنين جايه، وانه يتم الانتهاء منها بحد اقصى 3 شهور من الان. وخلال جلسة الثروة العقارية وسبل تطوير القطاع العقاري قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة بتبحث عن آلية تمويل بتمكن الأسر المتوسطة من الحصول على وحدات سكنية. وفي جلسة الاستثمار في التعليم قال رئيس الوزراء إن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وبترحب بالجامعات الخاصة، وإنه يكون في جامعة تكنولوجية في كل محافظة. برضه خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه هدف صندوق مصر السيادي هو تعظيم الاستفادة من جميع أصول الدولة، وإن الصندوق هيطرح العديد من المشروعات الجديدة في الفترة اللي جاية.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكولي تعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وده بهدف تطبيق التأسيس العسكري لـ100 مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءاً من العام الدراسي 2022-2023، بالإضافة لتأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أيضاً إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من الطلبة الذكور خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على الدراسات العليا، وده للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2022. فكرة إقامة المؤتمر على 3 أيام يا مصطفى وكل يوم يتخذ محور مختلف، يعني ممكن نقول إن من أبرز النتائج اللي تم إثارتها إمبارح أو التوصل ليها وثيقة ملكية الدولة اللي حصل عليها نقاش مجتمعي كبير في الفترة اللي فاتت وشكل التنظيم اللي حاصل، والتأكيد في تصريح سيد رئيس الوزراء بفكرة ملكية الدولة للأصول، عدم تنازل الدولة عن الأصول وعدم بيعها، ولكن الإدارة بتكون للقطاع الخاص، وده بيأكد على قد إيه الدولة مهتمة جدا بالشراكة مع القطاع الخاص وبجذب الاستثمارات المختلفة. كمان تعميق أو طرح فكرة الإنتاج المصري والتأكيد على الدعوة للصناعة المصرية وطرح مبادرة للترويج لمفهوم أو لمصطلح صنع في مصر والتأكيد عليه والترويج له في الخارج، ده هيفرق معانا كتير في الفترة الجاية على مختلف المستويات، سواء في إدخال عملة صعبة للبلد أو طبعا المساهمة في القضاء على البطالة أو تقليل نسب البطالة. كمان التأكيد على أن الأسر المتوسطة موجودة دايما في بال الحكومة والدولة، والفكرة بتاعة أنهم تقديم تسهيلات مختلفة علشان التملك وتقسيط الوحدات السكنية اللي كانت في فترات بيتم العزوف عنها علشان الفايدة بتكون بضمان الوحدة فبيبقوا قلقانين انهم يتملكوا الوحدة، فاعتقد ده كل ده لما يتم طرحه وطرح حلول له هيفرق معنا في الفترة اللي جاية. صحيح، وفي النهاية يعني رغم ان المؤتمر اقتصادي لكنه يحمل رسالة سياسية مهمة جدا وهي المشاركة في صنع القرار طبعا. وان القرار الاقتصادي تحديدا يجب ان يكون قرار لي نقاش مجتمعي وخصوصا في ملفات مهمة جدا زي الصناعة وزي الاستيراد وزي التصدير، ربما كان حالة الجدل اللي فيها كانت حالة صحية جدا، وأعتقد أن ده ممكن يبقى منهج في إدارة الدولة المصرية في الفترة القادمة. على أي حال، في جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة التي حدثت يوم أمس في هذه المحافظات. أبرزها كان افتتاح مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة في المنزلة بمحافظة الدقهلية، كمان أيضا تركيب 200 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف، وضع أكاليل للزهور على النصب التذكارية في السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الدقهلية اللي تم فيها افتتاح مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة. المصنع تم إنشاؤه بتكنولوجيا ألمانية هولندية وبتكلفة تقدر بحوالي 165 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 640 طن كل يوم. في الشرقية تم افتتاح ملتقى التوظيف بالقطاع الخاص اللي بتنظمه مديرية القوى العاملة تحت شعار اختار وظيفتك بمشاركة 59 شركة ومنشأة صناعية بالقطاع الخاص. الملتقى بيوفر 5948 فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.
في المنيا تم إطلاق فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة. بدأت المكتبة جولتها بقرية عطف حيدر بمركز العدوى، وده لنشر الوعي الثقافي والمعرفي وتوصيل الخدمة المكتبية والتثقيفية بقرى حياة كريمة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع. في بني سويف أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي الانتهاء من تركيب 200 وصلة مياه شرب نقية لغير القادرين بقرى دلاص والرياض والزيتون وبني عدي وبني زايد وأشمنت والحمام بمركز ناصر، وده في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. فأسيوط استقبل المحافظ اللواء عصام سعد وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقوصية برئاسة الأنبا توماس أسقف الإبراشية، وخلال اللقاء تم تدعيم آليات التعاون في مختلف المجالات وتفعيل المشاركة المجتمعية واستكمال جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة. في السويس تم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري بحديقة الخالدين أمام ديوان عام المحافظة، وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 24 أكتوبر 1973. في أسوان تم تنظيم ملتقى التوظيف اللي بيستهدف توفير 280 فرصة عمل بمختلف المؤهلات الدراسية من سن 20 سنة ولحد 45 سنة داخل 11 منشأة متعددة الأنشطة بالقطاع الخاص. في مطروح أكد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم البدء في التشغيل الفعلي لموقف الأوتوبيسات الجديد، وده في إطار خطة المركز لتخفيف الازدحام والحفاظ على المظهر السياحي بالمدينة. في بورسعيد أقامت المحافظة أول ميناء بري طبقاً للتحول الرقمي. الميناء بيعتبر صرح خدمي تم إنشاؤه على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية بحي الضواحي. بيضم الميناء كافة وسائل النقل البري بين المحافظات وبيمثل نقلة حضرية كبرى ببورسعيد في مجال مشروعات النقل.